السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. بوتين يؤكد أن قواته ستبقى في طرطوس وحميميم لدعم الجيش السوري، وموسكو تتهم واشنطن بنقل منظومات صاروخية من الأردن إلى التنف الحدودية. نبعد عن بلدة أراك حوالي 150 إلى 200 متر. هذه البلدة كانت معقل كبير وحصن كبير للإرهابيين. الجيش السوري يحرر مثلث أراك ويستعيد نحو 25 ألف كيلومتر مربع خلال شهر في البادية. القوات العراقية تدخل المجموعة الطبية في حي الشفاء جنوب الموصل وتعلن تحرير 99% من المدينة. بنعاني من قلة العلاجات يا أخي، والآن بنموت، بيموتوا عندنا. الكوليرا يقتل أكثر من 1000 يمني، والمرضى يموتون بفعل الحصار وغياب العلاج. في السابعة أيضا، شاب عراقي يتحدى خطر الإرهاب ويوزع الكتب في بغداد عبر حافلته الصغيرة. مرحبا بكم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تخطط لتجميع قواتها في قواعد روسية في سوريا وستدعم القوات السورية حين تقتضي الحاجة. وأكد في اللقاء السنوي المباشر مع المواطنين الروس، أكد استحالة تسوية الأزمة السورية من دون تعاون بناء بين موسكو وواشنطن. نحن نسعى إلى ترتيب عملية تسوية سياسية وسلمية في سوريا بين كافة أطراف الصراع، وعلى الأمد القريب فإن مهمتنا تكمن في رفع مستوى الأداء للقوات المسلحة السورية وتأهبها القتالي، لكي ننتقل بهدوء إلى مواقع المرابطة الثابتة في سوريا، أي تلك المواقع التي أنشأناها هناك في مطار حميميم وقاعدة طرطوس البحرية، وبذلك نمنح القوات السورية فرصة للعمل بفاعلية بغية تحقيق النتائج التي تبتغيها، وعند الضرورة يمكن أن نقدم الإسناد اللازم لهذه القوات باستخدام الطيران العسكري من أجل حل المهمات الخاصة بمحاربة المنظمات الإرهابية. هذه هي خطتنا في سوريا. اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بنقل منظومتي راجمات صواريخ من نوع هيمارس من الأردن إلى قاعدتها في التنف السورية، وحذرت الوزارة من أن هذه الصواريخ يمكن استخدامها ضد القوات الحكومية السورية ولا يمكن أن تساند قوات سوريا الديمقراطية في الرقة. معنا من موسكو مدير مكتب الميادين سلام العبيدي. سلام، سأبدأ معك بالتصريحات رئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحات لافتة ولكن بما خص تجميع القوات الروسية في قاعدتي طرطوس وحميميم، ما الذي يعلنه بوتين؟ رابية، طبعا تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ولو أنها تأتي في سياق أجوبة عن أسئلة المواطنين الروس، لكن في الواقع الشأن السوري لم يعد شأنا خارجيا، شأنا دوليا بالنسبة لروسيا، بل بات شأنا داخليا أيضا. لذلك الشعب الروسي يهتم بهذا الموضوع ويريد أن يفهم حقيقة الأهداف الروسية في سوريا بكل تفاصيلها، وهذا ما سمعناها اليوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ربما ليس للمرة الأولى نسمع مثل هذه التصريحات، لكنها جاءت اليوم مكثفة ومندمجة مع بعضها البعض ومفصلة، إذ أظهر الرئيس الروسي كل التفاصيل المتعلقة بخطط روسيا في سوريا، بأهداف روسيا في سوريا وبمهمات روسيا في سوريا. طبعا هو تطرق إلى الجانب المتعلق بالقوات المسلحة الروسية نفسها والخبرة الهائلة، الخبرة الكبيرة التي يعني تراكمت لها في سوريا أثناء هذه الفترة التي ستقترب يعني من عامين بعد 3 أشهر. لكن المهم أنه أشار إلى مثلا مسألة أن العملية العسكرية الروسية في سوريا أدت إلى استحداث أنواع جديدة حتى من القوات المسلحة الروسية، وهي تحديدا قوات العمليات الخاصة التي استحدثت في إطار ما يعرف بالاستخبارات العسكرية الروسية، وتقوم بمهمات خاصة، مهمات دقيقة
وقبل فترة وجيزة كرم الرئيس الروسي بعض أبطال القوات الروسية التي شاركت في مهمات خاصة في سوريا. لكن إذا عدنا إلى سوريا نفسها وإلى ما تقوم به روسيا هناك وما تنوي القيام به هناك، هو أولا التأكيد على أن قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية هما قاعدتان ثابتتان لمرابطة القوات الروسية على أساس دائم في سوريا. روسيا تحدثت في السابق عن أشياء مشابهة لذلك، لكن على سبيل المثال في تصريحات سابقة للمتحدث الرئاسي ديمتري بيسكوف قال أن القوات الروسية يعني ستتواجد هناك طالما هي يعني طالما الحالة الراهنة تحتاج إلى ذلك. لكن اليوم سمعنا من الرئيس الروسي إشارة واضحة إلى أن هذه القواعد ستكون ثابتة وستخدم سواء كان المصالح القومية الجيو استراتيجية الروسية في المنطقة أو في محاربة الإرهاب وكذلك في دعم الحليف السوري وفي مسألة مهمة جدا بالنسبة لروسيا هي إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة من خلال سوريا. لكن طبعا كما أشار الرئيس بوتين فأن كل ذلك لن يتحقق إن لم يتم التوصل إلى توافق إلى تنسيق إلى تعاون مع واشنطن في هذه المسألة. كل شكر لك سلام العبيدي مدير مكتب المعارين في موسكو حدثتنا مباشرة من العاصمة الروسية. في الميدان السوري وسع الجيش السوري سيطرته في البادية بعدما حرر مثلث أراك والتلال المشرفة عليه من داعش بريف حمص الشرقي. الجيش السوري تقدم في محيط جبال المستديرة وقصف مواقع داعش. مراسل الميادين أفاد بأن الجيش وحلفائه يستهدفون مواقع داعش في السخنة انطلاقا من حقل أراك، وتعد هذه المدينة معقلا أساسيا للتنظيم، فيما أكد قائد عسكري ميداني للميادين تحرير الجيش وحلفائه نحو 25 ألف كيلومتر مربع في البادية السورية خلال 4 أسابيع. نحن الآن في الجهة الغربية من بلدة أراك، نبعد عن بلدة أراك حوالي 150 إلى 200 متر. هذه البلدة كانت معقل كبير وحصن كبير للإرهابيين، والدليل على ذلك التجهيز والتحصين الهندسي الموجود حول البلدة والعديد من المفخخات الموجودة في البلدة. فتم التخطيط للهجوم على هذه البلدة وتحريرها من رجس هؤلاء الإرهابيين، فبالتعاون المشترك ما بين قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفي وخلال عملية مخططة واستغرقت من الزمن حوالي ساعتين تم تحرير هذه البلدة وقتل العديد من الإرهابيين وطردهم من هذا المكان. وفي دير الزور يكثف داعش هجماته على مواقع الجيش السوري في محاولة لتحقيق تقدم ميداني يتيح له متابعة تنفيذ خطته التي تهدف إلى تقسيم دير الزور إلى 3 أقسام. يحاول تنظيم داعش تقسيم مدينة دير الزور إلى 3 أقسام ومهاجمة كل قسم على حدة ردا على تقدم الجيش السوري السريع في البادية. داعش يسعى للتقدم في المحور الجنوبي لفصل اللواء 137 عن المدينة بعد أن نجح مطلع العام في فصل المطار العسكري عن المدينة في محاولة منه لتقسيمها إلى قسم يشمل اللواء 137 والأجزاء الجنوبية وقسم شرقي هو المطار والجفرة والأحياء الشرقية وقسم يضم المدينة والأحياء الغربية. داعش ركز هجماته على المحور الجنوبي والبانوراما حيث شن هجمات متتالية على مدار الأسبوع الفائت، إلا أن وحدات الجيش السوري نجحت في استيعاب الهجمات كافة ومنع التنظيم من تحقيق أي تقدم باستثناء محور مزارع البانوراما ومدرسة البانوراما التي فرض عليها الجيش طوقا ناريا ومنع مسلحي التنظيم من الاستفادة الميدانية في تقدمه في هذا المحور، وهو أيضا نتيجة تنسيق عملياتي واسع بين سلاح الجو الروسي والسوري والقوات المدافعة على الأرض. فشل داعش في اختراق المحور الجنوبي لدير الزور دفعه إلى شن هجمات على محيط مطار دير الزور العسكري ولواء التأمين الإلكتروني ما كلفه أكثر من 40 قتيلا من عناصره وتدمير عدد من الآليات. نجاح الجيش في صد الهجمات في دير الزور يثبت التكتيك العالي للجيش في المدينة والخبرة الكبيرة التي بات يمتلكها مقاتلوه في التعامل مع هجمات التنظيم الذي يبدو أنه لا يستطيع تحقيق أي تقدم إضافي في ظل استمرار تقدم الجيش في البادية ما يقربه من دير الزور للوصول إليها وفك الحصار عنها وإنهاء معاناة عمرها 30 شهرا لأكثر من 100 ألف مدني.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة الكاملة على حي الصناعة شرق مدينة الرقة، لتصبح بذلك على مقربة من باب بغداد في المدينة القديمة، كما تمكنت من دخول حي البتاني والتوغل فيه في وقت واصلت فيه قواتهم الهجوم على حي البريد غرب مدينة الرقة بعد صد هجوم من تنظيم داعش على حي السباهية. إلى ذلك نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا لما قالت إنه موكب عسكري لقوات التحالف الذي تقوده واشنطن يتجه إلى مدينة الرقة. وتتوغل قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من تحالف واشنطن في مدينة الرقة منذ أسبوع. وقد قال المدنيون النازحون من مدينة الرقة إلى مخيم عين عيسى شمالية سوريا، قالوا إن مسلحي تنظيم داعش في المدينة يتظاهرون بأنهم مدنيون تجنبا للضربات الجوية المكثفة التي أحدثت دمارا واسع النطاق في مع احتدام المعركة. ويقول النازحون إن مسلحي التنظيم يزرعون الألغام في الشوارع وينصبون الأشراك في المنازل ويحفرون الأنفاق استعدادا للمعركة بسانت الراف. يتظاهر مسلحو داعش في مدينة الرقة بأنهم مدنيون لمحاولة تجنب الضربات الجوية، ويطلقون النار على أي شخص يحاول الهرب من معقلهم في سوريا. يقول المدنيون النازحون إلى مخيم عين عيسى شمالي المدينة: خراب الرقة صارت دمار. إنه الجحيم يفتك بالرقة. ومع تقدم قوات سوريا الديمقراطية ضعف التنظيم من حالة الذعر والخوف في قلوب المواطنين الذين يعيشون بين ألغام وغارات وعدم استقرار. ويروي الفارون أن مسلحي التنظيم ينصبون الشراك الخداعية في المنازل ويحفرون الأنفاق استعدادا للمعركة. من الضرب من الخوف من داعش الكلاب دمرونا، ما خلهم عايشين شيء من الجوع، ما خلهم شيء يعني ضربوا من عنا الدواعش، ضربوا على طرف ثاني وطرف ثاني أحي ورد عليهم، نحن طايرين أحي بالمنطقة اللي فيها دواعش. مدنيو الرقة يعيشون بين ناري التنظيم والضربات الجوية للتحالف التي سوت بالأرض عشرات المباني السكنية. ضرب الطيران وجدامنا بمقرات مقرات داعش ونهزمنا يعني من المفرق الجزرة. ايه بضي ضرب وطلعنا. طلعنا بتين ويهاجمونا بالرصاص وبالنية ويرجعونا على بيوتنا، اللي يحولونا على القصاص. أول حصلت لنا فرصة بسلامة الشباب هذولا، الله والشباب وهربنا وجينا. تتقطع السبل بالمدنيين في المدينة تحت حكم داعش، يقول محققون في جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة، مشيرين إلى أن الضربات الجوية أودت بحياة 300 مدني على الأقل في المدينة. وعبرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن استخدام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسلحة مزودة بمادة الفوسفور الأبيض الحارق، قائلة إن استخدامها في مناطق مأهولة تعرض المدنيين للخطر الشديد. إندونيسيون فارون من مدينة الرقة يتحدثون عن معاناتهم ومعاناة غيرهم من ممارسات تنظيم داعش بحقهم بسانت الراف. أغرت دعاية داعش ليفا وعائلتها كما غيرهم الكثيرين من إندونيسيا. قبل نحو عامين غادرت ليفا بلدها لتعيش في مدينة الرقة معقل داعش في سوريا، معتقدة أنها ستجد حياة أفضل، لكنها تروي اليوم في مخيم عين عيسى للنازحين الذي هربت إليه مع 15 إندونيسيا أكاذيب هذا التنظيم المتطرف، ولماذا اختارت عائلتها الانتقال إلى مناطق سيطرته في شمال سوريا. كنا نحصل على معلومات عن داعش عبر الانترنت عندما كنا في اندونيسيا. تواصلنا مع عناصره عبر الانترنت وأبلغونا عن الطريقة المناسبة للوصول إلى سوريا. وعدونا بالكثير وأنهم سيعيدون لنا ثمن تذاكر الهجرة وأن رجال العائلة سيحصلون على وظائف برواتب عالية. ولكن بعد وصولنا تبين لنا أن الوضع مختلف تماما. تروي نور ابنة 19 عاما أن عددا من الرجال بعد وصولهم إلى الرقة دخلوا إلى السجن، ومنهم والدها وشقيقها، ولم يتحقق حلمهم بحياة أفضل في ظل حكم داعش الذي كان وعدهم بالوظائف على أنواعها وليس فقط بالقتال.
نور عانت كغيرها من ملاحقة عناصر داعش لها للزواج، فالتنظيم غرر بهم والأحلام الوردية التي وعدوهم بها لم يتحقق منها شيء. حين وصلنا إلى مناطق سيطرة داعش تبين لنا أن كل شيء مختلف عما قرأناه عبر الإنترنت، كلها مجرد أكاذيب. عانيت طوال عامين من ملاحقة رجال داعش وأنا أرفض الزواج بهم، جميعهم مطلقون ويتزوجون لأسبوعين أو شهرين. الهاربون من حكم داعش يروون عن الوحشية التي تفتك بمدينة الرقة منذ سيطرة التنظيم عليها، تنظيم حول حياة المواطنين ومن انتسب إليهم إلى جحيم، غرروا بهم فكانوا مجرد أكاذيب يمارسون الخوف والرعب والترهيب والإعدامات الوحشية والعقوبات بحق من يخالف أحكامه أو يعارضه. دعا المندوب الروسي في الأمم المتحدة بجنيف لاستئناف محادثات جنيف السورية في أقرب فرصة ممكنة. وفي تصريح للميادين قال إن التركيز يجب أن يكون على بحث مسألة الدستور وعلى الحوار المباشر بين الحكومة والمعارضة. من الضروري تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات في أقرب فرصة ممكنة، ونعتقد أنه يجب التركيز على صياغة دستور جديد وعلى البدء بحوار مباشر بين الأطراف المعنية في الحكومة والمعارضة، ويجب محاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن تسوية هذا النزاع. إلى العراق، حيث دخلت القوات العراقية المجموعة الطبية في حي الشفاء جنوب الموصل وسط معارك عنيفة مع مسلحي تنظيم داعش. ووفق مراسل الميادين فإن القوات العراقية أخلت كل المدنيين في المكان وأعلنت تحرير 99% من الموصل. هذا وتترافق المعارك مع غارات للطائرات العراقية على مواقع التنظيم في جنوب حي الشفاء. وبحسب مراسل الميادين يبقى أمام القوات العراقية نحو 400 متر للوصول إلى ضفاف دجلة. للمزيد ينضم إلينا من الساحل الأيمن لمدينة الموصل مراسل ميادين عبد الله بدران. عبد الله، أين وصلت هذه العمليات؟ ومع استعادة حي الشفاء بعد إتمام تحريره بالكامل، ما الذي يبقى؟ نعم رامية، الاشتباكات هي مستمرة بحي الشفاء، والقوات العراقية لا تريد لهجومها يتوقف، خصوصا عند المجموعة الطبية، وخصوصا أنها تدرك أن داعش يحاول أن يستغل الطقس وطبيعة هذا الطقس والغبرة التي تؤمن غطاء للتنظيم ولمسلحي ليتحركوا من ضفاف نهر دجلة باتجاه المجموعة الطبية أو من الموصل القديمة، أن يتسلل المسلحون حتى وإن كانت هناك ضربات جوية عاقت حركة سيارات ودراجات داعش النارية التي تتنقل من خلالها الانغماسيون. لكن تدرك أن داعش يستغل حلول المساء وكذلك طبيعة الطقس من أجل أن يستجمع القوة المسلحة له عند حي الشفاء، وبالتالي هجومها لا يتوقف عند هذا الحي وجنوب المجموعة الطبية وتحديدا باتجاه قلعة باشطابية الأثرية وكذلك عند مثلث حي الشفاء الزنجيلي الموصل القديمة. وعلى هذا الأساس هجوم القوات العراقية لا يتوقف، الاشتباكات مستمرة جنوب المجموعة الطبية. تمكنت القوات العراقية قبل قليل من إخلاء حوالي 30 عائلة كانت محتجزة في جامع المحسن بحي الشفاء، داعش احتجزهم كما احتجز مجموعة عوائل في عدة مساجد بهذا الحي الذي يقع على ضفاف نهر دجلة، وبالتالي القوات العراقية نجحت اليوم بإخلاء وتنفيذ جزء مهم من خطتها الإنسانية. ما بقي من مدينة الموصل بعد حي الشفاء، نعم أنت مخصوص عبد الله، يعني عندك تكون معنا على الهواء يكون في هبوط لمروحيات في النقطة التي تطلعنا فيها على رسالتك. نعم رامية، لم أسمعك بوضوح، لكن نرصد الآن عودة طائرات MI-35 إلى قاعدة العريج جنوب مدينة الموصل. طبعا دور طيران الجيش في هذه العمليات هو أقل من دور الطيران الحربي بحكم طبيعة المواجهة مع داعش في حي الشفاء، وكذلك استعداد القوات العراقية لمعركة الموصل القديمة التي تأكد للميادين أن طبعا ما بقي هو من الموصل بعد حي الشفاء رامية
وتحرير حي سنجار اليوم ما بقي هو الموصل القديمة، وتأكد للميادين أن الخطة موضوعة والأدوار توزعت، وبقيت القيادة الميدانية تقرر ساعة الصفر للمباشرة بهجوم استعادة الموصل القديمة. لذلك كان موقف قيادة العمليات المشتركة وتقديراتها بأن المتبقي على الأرض من مناطق محتلة تعادل 1% من مساحة الساحل الأيمن لمدينة الموصل. داعش رامية يحاول شن هجوم، حاول شن هجوم صباحا باتجاه حي الزنجيلي، حاول أن يفتح جبهة جنوب حي الزنجيلي مع القوات العراقية، وبذات الوقت هو حاول أن يفتح قبل قليل جبهة باتجاه حي باب سنجار الذي حررته القوات العراقية اليوم طبعا بهجوم عبر السيارات المفخخة. كل هذه الهجمات التي يخوضها التنظيم هي لهدفين: الأول تخفيف الضغط عليه بحي الشفاء، والثاني هو إبطاء حركة القوات العراقية وإطالة أمد المواجهة قبل المباشرة بهجوم الموصل القديمة واستعادتها من مسلحي داعش. نعم عبد الله، شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من الساحل الأيمن لمدينة الموصل. وفيما يتواصل النزاع الخليجي، وقعت قطر اتفاقا لشراء 36 طائرة من طراز F-15 من الولايات المتحدة. وفق بيان البنتاغون، فإن وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره الأمريكي جيمس ماتس أكملا الاتفاقية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الدوحة أن سفينتين أمريكيتين وصلتا قطر للمشاركة في تدريبات مع البحرية القطرية. أعرب رئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن استعداد تونس لإجراء وساطة بين أطراف الأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بينها. موقف السبسي جاء أثناء استقباله اللواء فارس محمد المزروعي الوزير في ديوان رئاسة لدولة الإمارات، ودعا إلى تجاوز الخلافات القائمة مع قطر عبر الحوار والتفاهم. وشدد الرئيس التونسي على أهمية التضامن الخليجي والعربي في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أنه سيتجه إلى السعودية غدا لإجراء مباحثات بشأن الأزمة بين قطر ودول الخليج والسعودية. أوغلو أكد أن تركيا تقف على مسافة واحدة من قطر ودول الخليج، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج ضد الدوحة غير صحيحة، وخاصة أنها جرت من دون مشاورات. أوغلو نفى أن تكون الاتفاقية الأمنية بين تركيا وقطر خطوة تصعيدية، وأكد أن القاعدة التركية العسكرية في قطر هي لحماية المنطقة كلها. وزير الخارجية اليوناني لمح إلى أن هناك دولة أخرى ستلقى مصير دولة قطر. المسؤول اليوناني أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان اسم الدولة، مؤكدا أن بلاده تحاول الحفاظ على توازنات سليمة وعادلة من خلال علاقتها الجيدة مع العالم العربي. كما شدد على عدم قدرة تركيا ورئيسها على القيام بوساطة في الأزمة، لأن الدول الأخرى ترى أن مواقفها متطابقة مع قطر والإخوان المسلمين. ولا تؤثر الوساطات المختلفة في التعاطي الإعلامي مع الأزمة الخليجية. صحف عالمية واكبت التطورات والخليجية تواصل حربها. تفاصيل ذلك نتابعها مع الزميل عبد الرحمن الزدي. أهلا بكم مشاهدينا. لم يهدأ تفاعل الإعلام مع الأزمة الخليجية المستمرة. الصحف العالمية واصلت اهتمامها الكبير بالأزمة فيما استمرت الحرب بين الإعلام الخليجي. صحيفة تلغراف البريطانية نشرت مقابلة حصرية مع السفير البحريني في لندن، ألمح فيها إلى ارتباط قطر بتفجيرات مانشستر الأخيرة عبر دعمها لجماعات ليبية إرهابية. فواز بن محمد الخليفة أكد أن دعم قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة في ليبيا وسوريا زاد الموقف سوءا في البلدين، وأدى إلى فوضى كبيرة ساهمت بأزمة اللاجئين التي يشهدها العالم الآن. صحيفة الفاينانشال تايمز نشرت مقالا تحت عنوان السعودية تخوض لعبة خطيرة مع قطر، اعتبرت فيها أن جرس الإنذار يدق في كل العالم إلا البيت الأبيض، حيث يدعم دونالد ترامب الموقف السعودي عبر تغريداته. الصحيفة نقلت عن أحد رجال الدولة الغربيين قوله إن هناك أطفالا يديرون السياسة ويتخذون القرارات، مضيفا أن وزير خارجية دولة إقليمية يدعو ترامب إلى التغريد دعما للسياسة السعودية. وشددت الصحيفة على أن الأزمة قابلة للتصعيد على أصعدة مختلفة. ننتقل مشاهدينا إلى الصحف الخليجية، حيث عنونت الراية القطرية صائم
عن الكلام في الأزمة الخليجية، حصار قطر يطلق رصاصة الرحمة على مجلس التعاون. سعوديا جاء في صحيفة عكاظ دفنت رأسها وورطت شعبها، حيث اعتبرت الصحيفة أن النظام القطري بدلا من أن ينصاع لتنفيذ التعهدات والالتزام بالاتفاقات الموقعة عمد لسياسة خلط الحقائق والتأويلات المشبوهة كعادته. في الشرق الأوسط كتب ناصر الدوسري مقالا تحت عنوان تجويع الوحش بدأ من قطر، حيث أشار الكاتب فيه إلى أن الدوحة ليست جادة بالبحث عن الحلول وستكون الخاسرة الأكبر، وتوقع أن تقتنع قطر بالحلول المطروحة بعد فوات الأوان. إماراتيا مشاهدين، جاء في صحيفة الاتحاد تقارير المنظمات الدولية ووثائق التحقيق كشفت خطايا الدوحة، التعامل مع الشيطان مشهد قطري بامتياز. جاء في المقال أن قطر بعدما راكمت ثروات أرادت أن تكون حاضرة، ولكن عبر الأبواب غير المشروعة وفي دهاليز الظلام أنفقت ومولت واستطاعت شراء النفوس الخاربة لتتوج منظومتها الداعمة للخراب والإرهاب سلميا وعسكريا بفوزها بتنظيم كأس العالم 2022. صحيفة الخليج الإماراتية أيضا تطرقت إلى ظهور وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم، فعنونت أطل مجددا لتجديد سياسات الدوحة بالتدخل في شؤون الجوار وتمويل العنف، حمد بن جاسم رأس الأفعى القطرية وراسم سياسات دعم الإرهاب. دانت حركة حماس قرار النائب العام للسلطة الفلسطينية في الضفة أحمد براك حجب عدد من المواقع الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، مشيرة إلى أنه استهداف مباشر لحرية الرأي والتعبير. وفي بيان لها طالبت حركة حماس كل أبناء الشعب الفلسطيني بالتصدي لنهج السلطة الفلسطينية والعمل على إحباط كل المخططات لمصادرة الحريات بحسب تعبيرها. كما طالبت المؤسسات الحقوقية والنقابية باتخاذ موقف تجاه قمع السلطة للحريات. وقالت مصادر للميادين في رام الله أن الحكومة الفلسطينية حجبت 11 موقعا إلكترونيا تابعا لتيار محمد دحلان وحركة حماس. وبحسب المصادر فإن هذه المواقع مطلوبة للمحاكم الفلسطينية وأمام النيابة العامة بتهم التزوير والتشويه ومحاولة قلب الحكم والعمل لمصلحة أجندات خارجية. وكما أشرنا فقد دانت حركة حماس القرار. كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عن خطوة أخرى نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية. الخطوة تتمثل بتنسيق رحلة جوية من إسرائيل إلى السعودية مخصصة لنقل الحجاج الفلسطينيين إلى مكة. الطائرة ستهبط في الأردن لوقفة قصيرة لأن إسرائيل والسعودية لا تقيمان علاقات مكشوفة. مسؤول إسرائيلي أوضح أن الرحلة الجوية ستكون من خلال شركة أجنبية وأنها ستتيح للفلسطينيين الذهاب جوا للحج في مكة والمدينة في السعودية. فاصل قصير ونواصل السابعة. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستأنفها من مصر، حيث خرجت تحركات شعبية في القاهرة بعد إقرار مجلس الشعب اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وبموجبها ستكون جزيرتا تيران وصنافير تحت السيادة السعودية. مؤسس تيار الكرامة حمدين صباحي دعا المصريين والأحزاب والتيارات السياسية كافة إلى النزول إلى كل الميادين الجمعة رفضا للاتفاقية. دلو الحديدة. قال البرلمان المصري كلمته وأقر بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وللشارع كلمته أيضا التي تحاول قوات الأمن كتمها. مسيرات احتجاجية تخرج هنا وهناك وأصوات تعلو الجزيرتان مصريتان وأرض مصر ليست للبيع، لكنها قوبلت في شارع طلعت حرب بالصد من قبل قوات الأمن، كما فرق عناصر الأمن تظاهرة كان يقودها رئيس تيار الكرامة حمدين صباحي في ميدان طلعت حرب، وتم اعتقال عدد من المشاركين فيها. حمدين صباحي طالب المصريين والتيارات السياسية والأحزاب المصرية كافة بالنزول الجمعة إلى الميادين المصرية ووقف فصل بيع أراضي مصرية ونسبها إلى غير أهلها. شعارات باتت تعلو عيش حرية الجزر مصرية،
وقوة وطنية واحدة ضد السلطة التي تذبحنا. الخطوة البرلمانية الأخيرة فتحت سجالا قانونيا عن شرعية قرار البرلمان المصري. خبراء قانونيون قالوا إنه كان ينبغي تمرير القضية عبر استفتاء شعبي، فيما يرد فقهاء في القانون الدستوري إنه بموجب المادة 151 من الدستور المصري، فإنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. أكد عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير ومساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق في اتصال مع الميادين أن ملكية جزيرتي صنافير وتيران بالوثائق والأدلة تعود للدولة المصرية، مشددا على أن أي عقد لتسليم الجزيرتين إلى السعودية هو حكم باطل. بعد أن صبرنا واتخذنا الإجراء القانوني الذي يتيح لنا الدستور برفع دعوة في مجلس الدولة، وعلى مدى عام كامل كنا نبارز الحكومة في ساحة هذه المحكمة بالوثائق والأدلة، فرغم التضييق علينا بحصول على الوثائق من أضابير الدولة، فرغم ذلك استطعنا أن نقدم عدد هائل من الأسانيد القانونية والتاريخية والسياسية وما يدعمه من القانون الدولي، بما يقطع ولا مجال لأي شك بأن هاتين الجزيرتين جزيرتين. وإذا مضوا فيه فهم يمضون باتفاق شراء جزيرتين بعقد باطل وفاسد يفسد أمام المحاكم المحلية ويفسد أمام المحاكم الدولية. احتشد مئة الأتراك في حديقة وسط العاصمة أنقرة استجابة لدعوة وجهها حزب الشعب الجمهوري المعارض للمواطنين للتظاهر. وجاءت الدعوة بعدما أصدرت المحكمة الجنائية في اسطنبول حكما بسجن أنيس بربر أوغلو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري 25 عاما لاتهامه بالتورط في توقيف شاحنات لجهاز الاستخبارات التركي بداعي أنها تحمل أسلحة إلى المسلحين في سوريا. يجتمع المجلس النيابي اللبناني غدا لإقرار القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد قانون النسبية مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة. قوى سياسية رأت في هذا القانون تشويها للنسبية، فيما وجد المواطنون أنفسهم تائهين في تفاصيله المعقدة. سارة الحاف. من مجلس الوزراء إلى البرلمان الطريق باتت معبدة أمام قانون الانتخابات النيابية الجديد. أشهر طويلة من العمل لم تأتي بنتيجة ترضي كل الأطراف السياسية، فمقابل وجهة النظر المحتفية بإنجاز اعتماد لبنان أخيراً نظام الاقتراع النسبي ودفن القوانين الأكثرية، رأت قوى سياسية في القانون تشويهاً للنسبية التي طالب بها اللبنانيون كثيراً. تم تشويهه بهذا القانون بطريقتين. الطريقة الأولى أنه اعتمد الصوت التفضيلي بالقضاء بشكل أنه ترشيح النواب بيصير بالقضاء، تصويت الناس لها المرشح بيصير بالقضاء، وانتخابه بيحصل على أساس الأصوات اللي نالها بالقضاء، وبالتالي القضاء بعده هو الدائرة الانتخابية الأساسية بهذا القانون، وهذا بيضرب مبدأ النسبية. ثاني نقطة هي وحدة المعايير المفقودة نهائيا بالقانون. القانون الذي وصفه بعض السياسيين أنفسهم بالمعقد وجد المواطن اللبناني نفسه تائها في تفاصيله أو غير معني بها. عرفت أنه يعني ما بعد في واحد يحصرها بكل نوابه، يعني صفي اختيارية القصة. يعني بيني وبينك هذا اللي عملوه أنا اللي شايفه النواب ما فاهمينه صراحة، يعني بهالبلد كلها ما فاهمين شيء، لأنه فهمنا ولا ما فهمنا نتيجة واحدة لا عزوقهم بده يصير. فهمنا عنه شوي انه في نسبيه وفي 15 دائره وهيدي القصص، بتصور انه احسن من القديم كثير بكثير. بعدنا محلنا، قانون 60 بنكهه نسبيه. التمديد الثالث للمجلس النيابي مدته 11 شهرا، ويخشى المواطنون من ان يتكرر المشهد مره جديده. وحيرجع يمدد كمان بعد منهم كمان شي 11 ثانيين أو سنة ما بتعرفي. إجباري حتى بدهم مدة طويلة حتى يفهموا شو القانون الأولين، مش هيك فوضى الحكاية. 11 شهر يعني مشوا العملية اللي بدهم إياها هن 11 شهر، وبعد 11 شهر يمكن يمددوا مرة ثانية.
في الشكل صار للبنانيين قانون انتخابي جديد عنوانه النسبية، لكن في المضمون علامات استفهام عديدة حول مدى صحة التمثيل التي يؤمنها أو إذا كان القانون الأمثل. وفي كل الأحوال مدد المجلس النيابي لنفسه حتى أيار مايو المقبل. سارة الحاف، بيروت، الميادين. إلى اليمن، حيث كشف مصدر عسكري للميادين عن مقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والجنود السعوديين في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في تلة القيادة الحدودي في نجران السعودية. الهجمات الحدودية دفعت القوات السعودية إلى تكثيف قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية غربية صعدة شمال اليمن. وفي محافظة الجوف دمر الجيش اليمني بعبوتين ناسفتين آليتين عسكريتين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من أفراد قوات هادي. أذا وتجددت المواجهات العنيفة في منطقة الكتحة في تعز. حذرت منظمة أنقذوا الطفولة الدولية غير الحكومية من أن طفلا على الأقل يصاب كل دقيقة بوباء الكوليرا في اليمن. وفق المنظمة فإن الكوليرا بات خارجا عن السيطرة، ولا سيما أن معدلات الإصابة ارتفعت إلى 3 أضعاف خلال الأسبوعين الماضيين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 2 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاد هم الأكثر عرضة للمرض. هذا ويموت يوميا شخصان أو 3 من مرضى الفشل الكلوي بسبب غياب العلاج، كما يواجه المرضى المزمنون الموت البطيء إذا لم يفك الحصار، حصار التحالف السعودي عن اليمن، وتوفر الأدوية اللازمة لهم. أحمد زبيبة. 3 سنوات من معاناة هذا الرجل اليمني المسن مع مرض الفشل الكلوي مضت، وكل يوم تتفاقم معاناته أكثر جراء غياب الأدوية بفعل حصار التحالف. 6 ساعات فقط من الغسيل الأسبوعي هي المتاحة له ولغيره، برغم حاجة المصاب بالفشل الكلوي إلى 12 ساعة على الأقل من الغسيل للتخفيف من وجع المرض. احنا بنعاني من قلة العلاجات يا اخي، والان بيموتوا عندنا كم من الفشل الكلوي هذا؟ 4 5 يوميا من المعاناة من قلة العلاج. لا ما قتلوناش بالصواريخ، قتلونا بالحصار بالعلاج. بنعاني من العلاج، مش لعبة. الاسبوع الاول معك فلتر تغسل ماشي، روحت ما يفعل. المفروض كل مريض يحصل على 3 جلسات 12 ساعة بالأسبوع، احنا بنعطيهم أقل من 12 ساعة، بنعطيهم جلستين فقط وما توصلش حتى إلى 6 ساعات يعني في الأسبوع الواحد. طبعا بالنسبة للأدوية، أغلب الأدوية مش متوفرة في المستشفى، ولا يعني يحصلها المريض يشتريها من خارج ومكلفة على المريض كثير. حالات الوفيات بالأمراض المزمنة وصلت إلى أعلى المستويات، على رأسهم مرضى الفشل الكلوي الذين يموت منهم يوميا 2 إلى 3 أشخاص. منذ 26 مارس 2015 بدأت معاناة مرضى الأمراض المزمنة نظرا لبدء الحصار الخانق على اليمن، ثم قصف محطات الكهرباء، توقف الكهرباء في المستشفيات، وبالتالي عانت وحدات غسيل الكلوي العناية المركزة. لا تدخل سريعا حتى اللحظة للمنظمات الإنسانية الدولية لإنقاذ وجع المصابين بالأمراض المزمنة الأخرى كمرضى السرطان والسكري والكبد وغيرها. إن لم يأتي الموت عبر الغارات فسيأتي عبر الأمراض، فالكوليرا تفتك بالشعب اليمني أخيرا، وأصحاب الأمراض المزمنة ترتفع أعداد الوفيات بينهم على نحو مرعب خلال الأيام الأخيرة، والسبب الحصار القائم على الأدوية من قبل التحالف السعودي وسط صمت دولي مطبق بالرغم من نداءات الاستغاثة المستمرة. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. إلى المغرب، حيث حكمت محكمة في الحسيمة شمال البلاد بالسجن 18 شهرا على 25 شخصا مع النفاذ على خلفية الإخلال بالنظام العام والعصيان والمشاركة في تجمهر غير مرخص ومسلح. محامي الدفاع عن المتهمين عد الأحكام الصادرة بمثابة رفض واضح لأي حوار مع المحتجين، مشددا على أن هذا القرار سيؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات في البلاد. كما أشار إلى أن العقوبة القصوى لهذه التهم هي السجن لفترة 2 عامين.
في تونس علقت السلطات نشاط 50 جمعية وجرى حلها بسبب عدم توضيح مصادر تمويلها الخارجية. الكاتب العام للحكومة التونسية أحمد زروق أكد أن تقارير أمنية أثبتت تورط نحو 80 جمعية في دعم الإرهاب عبر التمويل المباشر أو المساعدة على إرسال الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر، مشيرا إلى أن من المنتظر فتح تحقيق في هذه القضية. التقارير كشفت بحسب زروق أن عددا من الجمعيات تلقت أموالا من أطراف أجنبية سواء من دول الخليج أو ليبيا. وتبدأ في تونس حالة الطوارئ بناء على قرار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي القادم بتمديد حالة الطوارئ 4 أشهر إضافية. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن قرار التمديد جاء بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. سميحة البغانمي. الرئاسة التونسية تقرر تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد 4 شهور إضافية رغم تحسن الوضع الأمني، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تمديد هذه المدة. قرار يأتي فيما تستمر حكومة يوسف الشاهد بحربها على الفساد ووضع عدد من رجال الأعمال المتورطين تحت الإقامة الجبرية بمقتضى قانون الطوارئ. هذا سيعطي مجالا أوسع للحكومة من أجل الاستمرار في مكافحة الفساد، خاصة أن كل الذين سيتهمون بقضايا فساد متورطة بالإرهاب والتهريب سيتم إحالتهم على القضاء العسكري في أقرب وقت، وهذا سيعطي الحكومة قدرة على التحرك في مواجهة الفساد والحرب عليه والقضاء على الإرهاب والفساد والتهريب في تونس. خطوة أرادت رئاسة الجمهورية من خلالها وفق مراقبين أعطاء حكومة الشاهد الغطاء القانوني ومنحها مزيدا من الوقت لمواصلة حملة اعتقالات المتورطين بالفساد ولإعداد ملفات قضائية تحيل بها المتورطين على القضاء المدني أو العسكري، ولا سيما أن إيقاف العمل بحالة الطوارئ في هذه الفترة سيؤدي إلى إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الفساد، حيث ينص القانون على أن الإجراءات الاستثنائية ترفع برفع الحالة الاستثنائية. حالة الطوارئ التي أعلن عنها هذه المرة ولمدة 4 أشهر غايته الأولى صحيح هي مقاومة الإرهاب، لكن غايته الأساسية الآن باتت أيضا مقاومة الفساد واستكمال الحرب على الفساد وإعطاء صلاحية أكبر لرئيس الحكومة كي يقوم بهذه الحرب. رئيس الحكومة المتمسك بحربه على الفساد قام أخيرا بزيارة مفاجئة إلى ميناء رادس أدت إلى إبعاد 21 موظفا في الجمارك متورطين في الفساد وإحالة 35 آخرين على مجلس التأديب. تمديد قانون حالة الطوارئ 4 شهور إضافية وإن كان الهدف الأساسي منه مكافحة الإرهاب، إلا أنه سيمنح الشاهد أيضا المزيد من الوقت والصلاحيات لمواصلة حربه ضد الفساد. سميحة البغانمي، تونس، الميادين. اتخذت السودان إجراءات إضافية لتعزيز الأمن على حدودها الشرقية مع إريتريا للحد من ظاهرة تهريب البشر. الحدود البالغ طولها نحو 400 كيلومتر تعرف دخولا للعشرات من الإريتريين بطرق غير قانونية وفق الشرطة السودانية، حيث عبر العام الماضي نحو 100,000 مهاجر غير شرعي، ومنها ينتقلون عبر الأراضي السودانية إلى ليبيا ومصر ومن ثم إلى أوروبا. طويلة لا تستطيع يعني دولة السودان وحدها يعني مهما أوتيت من إمكانيات لا تستطيع بعدها أن تكبح جمع هذه الجريمة، لا بد من يعني إيجاد عن هذا التعاون الدولي. قتل 100 أشخاص معظمهم من المتشددين في المعارك المستمرة منذ 3 أسابيع بين قوات الأمن الفلبينية ومتشددين في مدينة مراوي جنوب البلاد. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول حكومي قوله إن السكان الفارين من مدينة مراوي المحاصرة شهدوا مئات الجثث في المنطقة. أكد الجيش الفلبيني أنه اعتقل محمد نعيم موتي العضو البارز في مجموعة المتشددين المدعومين من تنظيم داعش الذين يقاتلهم الجيش في مدينة مراوي. في باكستان شنت الشرطة حملة اعتقالات للمتسولين الذين ينتشرون بكثرة وبصورة منظمة خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي بات يمثل قلقا للمواطنين والتجار على حد سواء. بكر يونس. أينما وليت وجهك سترى المتسولين في شوارع وأسواق العاصمة الباكستانية
الفقر قد يدفع بعض الناس إلى مد يدها طلبا للعون، لكن ما بات يثير الريبة هو تضاعف أعداد المتسولين في شهر رمضان، ما يوحي بوجود شبكات خاصة تعمل على تحصيل الأموال من المواطنين عن طريق التسول. هؤلاء المتسولون يظهرون بشكل مفاجئ خلفك وهم محترفون في هذا العمل، ومؤكد أن خلفهم منظمة تحركهم، فهم لا يظهرون إلا في وقت خروج الناس إلى الأسواق ويتوارون بعد ذلك. شرطة العاصمة الباكستانية إسلام أباد أعلنت عن حملة موسعة لاعتقال المتسولين ووقف الشبكات العاملة خلفهم، أمر جاء بناء على شكاوى قدمها التجار ورؤساء إدارة الأسواق في إسلام أباد. لابد من إنهاء هذه الحالة من انتشار المتسولين، فهم يزعجون المشترين ونضطر إلى إبعادهم، معظمهم في حالة صحية جيدة، ما يعني أن عليهم إيجاد عمل لهم أو توقيفهم من قبل الشرطة والحكومة. لقد تقدمنا بشكاوى للشرطة للتحرك في هذا الشأن. الإحصائيات تشير إلى أن نحو 40% من سكان باكستان يعيشون تحت خط الفقر، وهذا ما يزيد من حالات التسول. لكن ما صار يقلق السلطات هو تحول التسول إلى مهنة وشبكات تزيد على الفقر مشاكل اجتماعية لا تحمد عقباها. لم يعد التسول وسيلة يتخذها فقط من يعجز عن العمل والكسب، بل بات أيضا عملا ممنهجا يستدعي تدخلا لإيقافه. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. شوارع بغداد المهددة بالإرهاب لا تمنع الشاب العراقي علي الموسوي من إطلاق مشروع مكتبته المتحركة، مركبة صغيرة تحمل الكتب إلى العراقيين تحقق طموح الشاب بتعميم القراءة. حسن عبد الله. أن تحمل كتابا في بغداد وتتجول به بينما الإرهاب يحاول إعدام الحياة، فهذا من مظاهر التحدي التي يمتاز بها العراقي اليوم. علي الموسوي شاب عراقي يافع يعيد إلى القراءة رونقها بالرغم من كل ما يحيط به من إحباط وخوف بسبب الهجمات الانتحارية. فكرته الخلاقة بتوزيع الكتب على الناس في الشوارع انطلقت في مركبة صغيرة يجول بها ناقلا ما جمعه من كتب إلى محبي القراءة. علي الموسوي كان قد بادر من قبل إلى إنشاء ناد للقراءة للترويج للكتاب والتشجيع على الاستفادة منه، كما فتح صفحة لبيع الكتب على الفيسبوك. استغرق إعداد المكتبة الجوالة لرحلتها الأولى في شوارع بغداد عاما كاملا بعد شرائها للحصول على التراخيص الضرورية وتصميم الواجهة يدويا، وها هو يجوب شوارع بغداد يوميا ويتوقف حيث يسمح له بذلك بسبب الوضع الأمني في العاصمة. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. بوتين يؤكد أن قواته ستبقى في طرطوس وحميميم لدعم الجيش السوري، وموسكو تتهم واشنطن بنقل منظومات صاروخية من الأردن إلى التنفة الحدودية. نبعد عن بلدة أراك حوالي 150 إلى 200 متر. هذه البلدة كانت معقل كبير وحصن كبير للإرهابيين. الجيش السوري يحرر مثلث أراك ويستعيد نحو 25 ألف كيلو متر مربع خلال شهر في البادية. القوات العراقية تدخل المجموعة الطبية في حي الشفاء جنوب الموصل وتعلن تحرير 99% من المدينة. بنعاني من قلة العلاجات يا أخي، والآن بنموت، بيموتوا عندنا. الكوليرا يقتل أكثر من 1000 يمني، والمرضى يموتون بفعل الحصار وغياب العلاج. تابعنا في السابعة، شاب عراقي يتحدى خطر الإرهاب ويوزع الكتب في بغداد عبر حافلته الصغيرة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية ومواقع الميادين وصفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرة مفصلة على رأس الساعة مع الزميلة سلمى الحاج. إلى اللقاء.